ملايين الطيور بتهاجر مرتين بالسنة بين أوروبا وأفريقيا، ولبنان من أهم محطات هيدي الطيور المهاجرة. بلبنان في حوالي 1186 نوع من الطيور المهددة بالانقراض عالمياً، يعني 12% من أنواع الطيور بالعالم. القانون بلبنان بيمنع الصيد، ومهم كتير نتأيد بهيدا القانون لأنه الدور العصافير مهم كتير للحفاظ على التوازن البيئي. تلك محاصيل العالم ممكن يتضرر بغياب الطيور لأنها بتقضي على الأوبئة الزراعية وعلى الحشرات يلي بتأذي النباتات. في كمان أنواع معينة من الطيور بتساهم بانتشار الأشجار والزهور من ناحية التلقيح، وبيقولوا إنه العصافير بتحس بوجود الأوبئة بالجو. طالبوا بقانون بيحدد فترات وأماكن الصيد بلبنان ونوعية الطيور المسموح صيدها، أو مارسوا هوايات بديلة تشبه الصيد. بول! And go green!